حلقتنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الفلاش ميموري مباشرة في الطابعة الكانون IR 1643، يعني هنتعلم ازاي نطبع اي حاجة انت مخزنها في الفلاش ميموري، وازاي نعمل سكان او مسح ضوئي ونحفظه بداخل الفلاش ميموري. فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم اخوانا؟ من ايه اخباركم؟ ايه ان شاء الله تكونوا بخير وفضل حال. معاكم احمد السام من قناه كانون بالعربي، وحلقتنا النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نطبع من الفلاش ميموري مباشره، وازاي تعمل سكان او مسح ضوئي وتحفظه بداخل الفلاش ميموري في الطابعه الكانون IR 1643 بدون ما توصل الطابعه بالكمبيوتر ولا اللابتوب ولا الراوتر واي فاي، باستخدام الفلاش ميموري. زي ما انتم شايفين ده مدخل الفلاش ميموري. فاول ما تركب الفلاش ميموري كده، لو سمعت الصوت ده كده معايا، اول ما تسمع الصوت ده معناه ان الطابعه رفضت الفلاش ميموري، وده بسبب حاجه من اتنين: يا اما انت مفرمت الفلاشه بصيغه ال NTFS، فالمفروض تحط فلاشه في جهاز الكمبيوتر او اللابتوب وتفرمطها بصيغه FAT32، وبعد كده بتحط في الفلاشه الملفات اللي انت عايز تطبعها، وبعد كده بتدخل الفلاشه تاني في مدخل الفلاش ميموري. زي ما انتم شايفين ما عملتش صوت نهائي، معناها ان قفلت الفلاشه. طب افرض يا ابو حميد عملت معايا نفس الصوت، معناه ان الفلاشه مرفوضه نهائي، فلازم تشوف لك فلاشه ثانيه. وبعد ما قفلت الفلاشه معايا بنختار طباعه وصلت الذاكره، بيقول لك تم تاكيد طباعه وصلت الذاكره. ففي خطوه مهمه جدا هنعملها في الاعدادات الخاصه بالطابعه: هنختار القائمه، ثم نختار ثالث اختيار اعدادات الوظائف، ثم نختار اخر اختيار تخزين وصول الى الملفات، ثم نختار ثاني اختيار اعدادات وصلت الذاكره. هيطلب منك معرف مدير النظام ورقم البن. معرف مدير النظام من 7 لـ1 عد تنازلي، وكمان رقم البن من 7 لـ1 عد تنازلي. ثم نعمل تسجيل، ثم هيظهر لك الخطوتين دول، هتعمل تشغيل ودي تشغيل، ثم نختار تطبيق، ثم نختار اوكي. وهنا بقى لازم تطفي الطابعة تمام وتشغلها مرة اخرى. فلو انت مش عارف رقم البن اللي انا دخلته دلوقتي حالا، هتضطر انك تعمل اعاده ضبط مصنع للطابعه، وانا سايب لك رابط تحت في الوصف او في اول تعليق ازاي تعمل اعاده ضبط مصنع للطابعه. ثم بنختار طباعه وصلت الذاكره، اهي الملفات فتحت معانا، وزي ما انتم شايفين دي الملفات اللي انا حافظها جوه الفلاش ميموري وعايز اطبعها. لازم يكون عندك علم ان الطابعه بتقرا صيغتين من الملفات: صيغه الجي بي جي اللي هي الصور، وصيغه البي دي اف اللي هي المستندات، يعني ما ينفعش تحط فيه اي صيغه ثانيه زي الباوربوينت، الاكسل، الوورد. لا، زي ما انتم شايفين بتقرا جي بي جي اهيت وبتقرا البي دي اف، اي حاجه ثانيه مش هتبقى معرفه عليها او مش هتشوفها عامه. انا مثلا هختار ايه؟ كانون بالعربي. هتلاحظ اني علمت صح كده، ممكن تعلم اكتر من واحده كده زي ما انتم شايفين، وممكن تشيل اكتر من واحده. وفي حاجه ثانيه اسهل من كل دوت، انا هنا بعدل الشاشه، بخليها مثلا من الزرار دوت كده، لو اخترت ده كده شايفين الصوره شفتها بكل سهوله قدامي. اهي الصورة دي عايز اطبعها، ده ملف بي دي اف مش واضح، اهي كل ده انا عايز اشوفه اهوت. فانا اخترت الملف ده وعمل عليه صح كده، ثم اخترت تطبيق، والخطوة دي اسمها اعدادات ما قبل الطباعة. فأول حاجة بيظهر لك هنا كلمة ورق، تمام؟ الورق ده لو ضغطت عليه كده هيظهر لك اختيارين، اختيار اللي فوق ده بيبقى مخفي كده عشان أنت مش بتستخدمه. طب إيه هو الاختيار ده؟ الاختيار ده اللي هو درج متعدد الأغراض اللي مفيش حد بيستخدمه عامة. بتحط الورق هنا، لمجرد إن تحط الورق الاختيار ده هيشتغل هنا، هيشتغل زي اللي تحت. اما الاختيار اللي تحت ده فاللي هو درج الورق اللي احنا عارفينه اللي هو تحت، تمام؟ ده درج الورق اللي هو بيبقى تحت اهو، حتى اختفى لما فتحت الباب، لمجرد انه يحس بالورق هيظهر معانا اهوت. الاختيار اللي جنبه ده مكتوب عدد النسخ، بيقول لك الملف اللي انت اخترته دوت عايز منه كام نسخه، معاك من نسخه لحد 999 نسخه. انا على سبيل المثال هختار نسختين. وهنا بقى بعد الاختيارات الكويسه جدا في الطابعه ديت، هنا بيقول لك الورقه دي عايزها ورقه منفرده، ولو انت اكتر من ورقه ممكن تختارها على الوجهين، تخليها على الوجهين بالاختيار ده او على الوجهين بالطولي. لكن لو انت حبيت الملفات كلها تتطبع ورقه ورقه مش على الوجهين، بتختار اول اختيار ده اهو. الاختيارات الثانيه اللي تحت ديت، دي ورقه A4 كامله، دي ورقتين A4 هيتحولوا في وجه واحد على ورق A4، وهنا 4 ورقات بتحطهم في A4 بيتحولوا على ورق A4 كاملة، ودي 8 ورقات A4 بيتحولوا على ورق A4 كاملة. اخترت اللي انت عايزه خلاص، بتختار بدء. طبعا اللمة دي نورت كده معناها انها اخد اوردر، وكل ما حجم الملف يكون كبير كل ما يكون فيه بطء في استلام الاوامر. اهو الورقتين طبعتهم بكل سهولة، النسخة الاولى والنسخة الثانية. الموضوع سهل كده. لو انت لعبت في الاعدادات كلها وعايز ترجعها على الوضع الافتراضي بتاعها،
بتختار اعادة تعيين اهي. طب على سبيل المثال عايز اجرب الاوبشن اللي موجود في الطوابع، هختار مثلا اي حاجة فيها اكتر من ورقة اهي، ثم اختار تطبيق، ثم اختار مثلا على الوجهين اهي، بخليناها على الوجهين، ثم تصوير. اي سحب الورقتين جوه عشان تحطها على ظهرها اهي كده، طبعت على الوجهين. حبيت ترجع كل حاجه زي ما هي زي ما اتعلمنا، اعاده تعيين. طب على سبيل المثال عندي الورقتين دولت او ورقه منهم مثلا عشان ما اطولش في الموضوع، عايز اعمل لها سكان واحفظها بداخل الفلاش ميموري. اي حاجه غير ورقيه زي كتاب، باسبور، بطاقه هويه، عايز تعمل لها سكان بتحطها على ازازه الطوابعه، او انت عندك الورقه دي مهمه جدا فخايف الا تحشر في جهاز الاي دي اف، فهمسك الورقه دي للاسفل كده تمام، وشها للاسفل واحطها هنا تمام كده، وبدايه انك تحط الورقه من السهم الاحمر ده كده اهوت تمام، ونقفل باب الماسح الضوئي، ثم نختار الهوم هنا، هنرجع للقائمه الرئيسيه هنختار مسح ضوئي تمام، ثم نختار ذاكره اليو اس بي. فانت عايز تمسح المسنال ده بالاسود ولا بالالوان؟ انا على سبيل المثال هختار بي اند دبليو اللي هو البلاك اند وايت اللي هو الابيض والاسود اهي. اهو بيقول لك هنا في مسند تاني عايز تحطه وتحفظه في نفس الملف البي دي اف، ولا انت عايز تحفظ الملف ده بس. لو انت عندك ورقه زي على سبيل المثال كده، هشيل الورقه ديت تمام، وهحط ورقه تانيه اهيت وشها للاسفل، ونقفل باب المسح الضوئي، ثم هختار مسح التالي. والاختيار ده بيظهر في حاله واحده بس، لو انت بتعمل مسح ضوئي لملف البي دي اف، لكن لو صوره الاختيار ده مش هيظهر لك وهيتحفظ كصوره تلقائيه. خلصت خلاص، لو عندك ورقه ثالثه تحطها وتعمل المسح التالي، لكن لو انتهيت خلاص بتختار انهاء. اهو بيقول لك موقع التخزين اسكان 00 واسم ملف اسكان 00002 بي دي اف، اغلاق. طب على سبيل المثال عندي الورقه دي وعاوز استخدم جهاز الاي دي اف ده، اهو هحط الورقه وشها الاعلى تمام، ونحطها كده، ونيجي هنا نختار بلاك اند وايت ولا الوان، هختار بلاك اند وايت اهي. اهو اتحفظ على طول تمام، هنعمل اغلاق. طب على سبيل المثال عندي الورقه دي على الوجهين والوان، عايز احفظها اسكان على الوجهين والوان، ازاي؟ هنحط الورقه دي للاعلى كده في الماسح الضوئي، مش هيفرق بقى وشها زي ظهرها لان الاثنين فيهم كلام اهي للاخر كده، ونختار مسح ضوئي وذاكره اليو اس بي، وهي على الوجهين صح؟ هننزل تحت شويه كده ومكتوب اصل على الوجهين، نختار عادي جدا ونخليها نوع الكتاب اهي، تنسيق البي دي اف ده لو انت حبيته كمستند بي دي اف او حبيته كصوره اهي، صوره. لو صوره هتحفظ كل وجه في صوره لوحدها، لكن لو انت اخترت الملف ده ان هو يبقى بي دي اف فهيتحفظ في نفس ملف بي دي اف على الوجهين. طب وبعدين يا ابو حميد هنختار طبعا الوان. اتحفظ في الموقع ده وبالاسم ده. طب ما تيجي نحط الفلاشه كده في الكمبيوتر او اللابتوب ونشوف اتحفظت فين بالظبط وشكلهم عامل ازاي. اول حاجه قبل ما تشيل الفلاش ميموري في حاجه مهمه جدا لازم تعملها عشان الفلاش ميموري ما يحصلش مشكله، هنعمل اغلاق عامه ونختار مراقب الحاله، هنختار هنا ازاله وسائل الذاكره اهي، تنتظر لحد يقول لك شيل الفلاش اهي، يمكنك ازاله وسائل الذاكره بامان، وفي الحاله دي بتخدع الفلاشه. زي ما انتم شايفين اول ما ركبت الفلاشه كده ظهر لي التلات ملفات اللي عملتهم سكان. نفتح اول ملف كده معانا، دي الورقه اللي انا عملت لها سكان على الوجهين اهي، ظهرت في نفس الملف، ادي اول ورقه ودي تاني ورقه، ورقتين لو بعدناها شويه كده عشان نشوف اهي، ورقتين كل ورقه لوحدها، وتاني ملف معانا اهو هنفتحه برده نشوف، دي الورقه اللي عملتها على وش واحد اهي، ورقه منفرده لوحدها تمام. نفتح كتابة ملف نشوفه برده، زي ما انتم شايفين دي الورقه اللي انا عملتها سكان على الوجهين، دي الورقه الاولى طبعا ما كنتش حاططها مظبوط، الورقه الثانيه تمام، تقدر تلفها وتعدلها، دي مهارة عندك انت. وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهارده، اتمنى كنا لعجبكم، اتمنى الموضوع كنا لعجبكم، منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من قناة كانون بالعربي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.